السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا عبد الرحمن من استديوهات لندن للتلفزيون العربي في فقرة نعرف بعض. أنا عبد الرحمن من سوريا ومعي الأخ الفاضل اللي هلا بس بعرف عنه هو اسمه بس ماهر من الحجاز. عزيزي الكريم كلمة كلمة البئجي. الأو؟ البئجي. إيش؟ البئجي بئجي. بئجي. يا تنطق باء جي. بئجي. طب حطها. ما تقول لي اشتريت بئجي. لا مصعب بس بئج رامز شو اسمه استخدم البئجي. لا ما عرفت. معرفة بئجي يعني؟ لا. البئجي هي في أيام زمان هي الحقيبة. يعني مو حقيبة هو عبارة عن شرشف بحطوا الأواعي فيه. يعني المرة كانت تحط فيه أواعية. مخشي. هي يعني قطعة قماش. لايك سبسكرايب أند شير. شير وكومنت وفولو واعمل اللي بدك إياه. جعروم. مين؟ جعروم. جعروم هو شيء؟ لا هو صفة شخص قريب يعني مرة جعروم. طيب إذا بدي أحط رامز بجملة مع جعروم أقول لك هذا الشخص مرة جعرومي. مرة جعرومي. جعرومي يعني متحايل أو متلبس. آخر مرة جعرومي. استنى طول بالك. يعني شخص مشكلجي. مفتري. مفتري. نبي. شم قرين. شم قرين. هاي كلمة واحدة ولا كلمة؟ هاي كلمة. هلا هي كلمة واحدة. شم قرين بالمعجم السوري. بالمعجم السوري. أيوة للدولي. طيب شو شم قرين؟ صفة يعني بطل. هي صفة يعني. صفة لشخص يعني. طب قول لي. إنه الشم قرين هي تقال للمرأة يعني اللي يعني مثل الرجال يعني أكت لايك رجال بتعمل حالة الرجال يعني. مستعجل الحرمة المستعجلة. أيوة شم قرين يعني. إيش الهرجة؟ مزح. لا أو يعني هرج. إيش الهرجة؟ شو هرج؟ هل هو يعني نوع من المزح أو شيء؟ أنا أجيلك بقول لك أستهبل يعني. أجيلك الحين. أجيتك عند أجيت دقيت عليك أنا تقابل كذا وجيتك قلت لي أبغاك وهرجة وكذا. إيش الهرجة اللي تبغاني؟ إيش الهرجة؟ يعني همي يعني بدي إياك بهرجة يعني موضوع. إيش الموضوع؟ إيش الهرجة؟ أوكي أوكي. نملية. نملية؟ الحلة؟ لا النملية اللي بتاكل عليها هاي مثلا؟ لا غلو حماري. مين؟ شو نملية؟ النملية هي الـ شو اسمه الـ الـ اوكي انا اشرح لك احسن. ايوه اشرح لك عشان تجلس تقول لي لا لا هي بالعاده يعني في يعني مثلا بيت جدي كانت ستي تحط الاكل بالنملية يعني قبل البراد قبل اكتشاف اختراع البراد يمكن بزون توماس اديسون. نملية احنا نقول حافظت من اكل يعني ممكن دولاب. دولاب مو بتحفظ فيه الاكل والا اواعي؟ بتحفظ فيه اواعي بتحفظ فيه هدومك بتحفظ فيه الاكل. يتحط الاكل تحط صحن فروج وبنطلون فوق ولا كيف المطبخ حتحط فيه لبنه ولبنه وقميص يعني او شيء. طيب سمرقع. مين سمرقع؟ سمرقع هذا مبين عليه شخص مش مبين عليه صفه شخص يعني. حلو سمرقع او شيء يعني بزت حاله بال سمرقع. عندنا في اللغه نستخدمها يعني جنان. يقول لك لا تجيب لنا سمرقع لا تجيب لنا جنان. وجع راس. الا مربع. وليس المربع 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 المظبط يعني. لا هو مكان. مكان الصالون يعني. لحوح. لحوح يعني لحوح بضله يعني لح على الشغله بده اياها يعني. انا لحوح بقول لك بدي تليفونك. هل هو الشيء اللي بتحمل فيه الاكل؟ لا هو أكل اسمه لحوح. طيب هذا بيتعمل من عجينة بيتطبخ بسمن وبنأكل مع زيت ما سكر صوي مع زيت. هذا هو الأكل. يا شباب مين اللي ربح؟ لجنة التحكيم. قول لك أنت ما تعرف. أنا قلت لك أنا خبرتي يابانية. عرفت أنا يعني مستورد يعني عربي مستورد. حبيبي شو مالكم؟ شوفونا إن شاء الله في فقرة جديدة مع لهجتين جداد مع أشخاص جديدة. نراكم لاحقا. سلموا لي على رامز.